أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي. وكنا نقرأ في العقبة الأولى، وهي عقبة العلم. قال العقبة الأولى، نقرأ الأول ما سبق قرأناه يعني كنوع من الاختصار عشان يتصل الموضوع بعضه ببعض. من كلام الإمام الغزالي من عجائبه إنه متصل، ما تقدرش إيه تفهمه تقطع مثلاً إيه. قال: وهي عقبة العلم، فأقول وبالله التوفيق: يا طالب الخلاص والعبادة، عليك أولاً وفقك الله بالعلم، فإنه القطب وعليه المدار. واعلم أن العلم والعبادة جوهران، لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل للعلم والعبادة، بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهن من الخلق. وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل، إحداهما قوله عز وجل، قوله جل ذكره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، لا سيما علم التوحيد، أشارت إلى علم التوحيد. والآية الثانية قوله جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدلت هذه الآية وكفى بهذه الآية دليلا على صرف العبادة، على صرف عندك على شرف العبادة. طب ما ردتنيش ليه المرة اللي فاتت؟ على شرف العبادة، على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها. فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما، ولا يتعب إلا لهما، ولا ينظر إلا فيهما. واعلم أن ما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه، ولغ لا حاصل له. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. طيب، نقول الحديثين ونعلق عليهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هم علماء أمتي. فبان لك أن العلم أشرف جوهر من العبادة. قال في فضل العلم وأنه مقدم على العبادة: فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين، أي الجوهرين هم العلم والعبادة، وأفضلهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراد الفضل كثرة الثواب الشامل لما يعطيه الله للعبد في الآخرة من درجات الجنة ولذاتها ومآكلها ومشاربها ومناكحها، وما يعطيه الله تعالى للعبد من مقامات القرب ولذة النظر إليه وسماع كلامه. كذا قاله العزيزي، أي العزيزي صاحب شرح إيه؟ الجامع الصغير للسيوطي، في شرح الجامع الصغير للعزيز. وهذا الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفي رواية للترمذي عن أبي أمامة: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، أي نسبة شرف العالم على شرف العابد كنسبة شرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدنى شرف الصحابة، إلى أدنى شرف أدنى واحد من الصحابة، لأن المخاطبين بقوله أدناكم الصح، وهم أفضل الأمم، بل أفضل الأمم من أتباع النبيين. لحديث: إن الله اختار أصحابي على الأنبياء على العالمين إلا الأنبياء والمرسلين، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفضلين على العالمين إلا على الأنبياء والمرسلين.
قال الغزالي: فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم، وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يوضع عليها، ولولاه لم تكن عبادة، لولا العلم لم تكن عبادة. كذا أفاده في شرح اللبان. قالت وقالت طيبي أو الطيبي: ولا تظنن أن العالم المفضل عارض عن العمل، ولا العابد عن العلم، بل إن علم ذلك ضارب على عمله، وعمل هذا ضارب على علمه. طيب، قال الطيبي: ولا تظنن أن العالم المفضل، هذا العالم المفضل على العابد، عارض أي خال عن العلم عن العمل، ولا العابد اللي هو مفضول خال عن العلم، بل إن علم ذلك اللي هو العالم غالب على عمله، وعمل هذا أي العابد غالب على علمه، كل شيء واحد عنده غالب عليه الحال خلاص. ولذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل، وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل أي يكملوا غيرهم. وإذا عرفت ذلك ظهر لك سر قول الغزالي فيما قبل، أي من العلم أفضل، العلم أفضل من العبادة وهو أشرف الجوهرين. ثم المراد في هذه الأخبار بالعالم من صرف نفسه للتعليم والإرشاد والتصنيف، وبالعابد من انقطع العبادة تاركا ذلك أي لم يهتم بالعلم، وإن كان عالما كما قاله العلامة السيد المرتضى في شرح الإحياء أي عالما بما يعبد، ولا إلا لكان عبادته فيها الإثم خلاص. وقال الذهبي: إنما كان العلم أفضل إلى أن العالم إذا لم يكن عابدا فعلمه وبال عليه، وأما العابد بغير فقه فمنع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبد، كفقيه همته في الشغل بالرياسة فليتأمل. عالم شغلته الرياسة، عايز يطلب الرياسة، إذا ده آثم طبعاً لأنه منشغل وعنده الأغيار والاهتمام بمراءة الناس ومقامه عند الناس ووجهته، فكل ده هذا العلم باطل خلاص، لأنه انشغل به عن تحصيل مراد العلم، وهو إيه القصد به؟ أن يقصد به الله تعالى. ولذلك أول ما ذكر في العلم القصد والإخلاص لله تعالى. أما العبد الذي يحسن العبادة كده الموافقة للعبادة بعلم قليل ماشي، ده أفضل من عالم قصد بغير علمه وجه الله تعالى، قصد بعلمه غير وجه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. أي نظرة واحدة بنظر المحبة إلى العالم أي إلى وجهه كما في رواية أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. وقال صلى الله عليه وسلم: فقيه متواضع أشد على الشيطان من ألف عابد، مجتهد جاهد ورع. وفي رواية للترمذي وابن ماجه عن ابن عباس: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نرجع للمتن، لأن أحاديث دي بيقوي بعضها بعضا وإن كان فيها ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هم علماء أمتي. أي قال الحاضرون من الصحابة: بلى دلنا يا رسول الله. قال: هم علماء أمتي. وقال: العلماء أهل الجنة خلفاء الأنبياء. وفضل العلم طبعا مذكور في أحاديث كثيرة ذكرها الشارع، لكن عشان ايه مش هنتطرق اليه. ها دلوقتي، هل العلم والعباده جوهران؟ هل ممكن في زمان نقدم شيء على شيء؟ ممكن ليه؟ هل في ممكن في زمان ما نقدم شيء على شيء؟ يعني نقدم يقينا في وقت العباده لا تقدم الا العباده، في وقت غير وقت العباده يقدم العلم، فانت منشغل بين العباده في وقتها والعلم. يعني في وقت فرض الصلاه المقدم أنا أفضل شيء إيه؟ الصلاة الفريضة. طب وبعد كده بعد الفريضات العلم أفضل حتى من النافلة، لدرجة عند الشافعية لو دخل المسجد وجد حلقة العلم هيجلس معهم يجلس ولا يصلي تحية المسجد، لأن ده فرض كفاية وتحية المسجد سنة، فينشغل بفرض الكفاية عن السنة. نص على الاجتهاد عموما، هل مثلا دلوقتي في زمن قل فيه العلم، هل الأفضل إن
ده احنا في زمن نعم. هل افضل ان اقبل على العباده واتعلم صاحبي الاسلام؟ تسلط الشياطين وشر الزمان يقتضي الاهتمام بالعلم لرسوخ الايمان. العلم يرسخ الايمان، ها؟ لكن والان الفتن كثيره والالحاد كثير والبعد عن الدين لا كثير، ولا ياتي ذلك بالتحقق به الا بالعلم. بس العباده بتقاوم، بس العباده هي الرتبه الثانيه. ولذلك المتفكر، ها، التفكر عباده، التفكر نفسه عباده، التفكر في مخلوقات الله تعالى وفي الاكوان وفي المخلوقات وكده، ده عباده الواحد، وعباده من ارقى العبادات. يعني تنظر التفكر يؤدي بك الى ما يصل اليه الاكوان من الفناء، فعند ذلك تستصغر كل شيء في عينك في الاكوان، لا مال ولا نفسك حتى، لانها فانيه وما الى ذلك، تستصغر كل شيء، فيؤديك ذلك الى الوصول، الطريق الى الله تعالى والوصول اليه اسرع واكثر، بخلاف العباده قد تكون لا تستحضر روح العباده وانت تعبد، لكن التفكر يساعدك على استحضار روح العباده. ماشي. ولذلك مثلا تجد الخوارج يطيلوا في صلاتهم كما ورد عن سيدنا الامام عليه انكم تستقبلون صلاتكم بجوار صلاتهم، اما اتهمون بالايه بالنفاق اهتموا، لكن هم صلاتهم خاليه عن روح العباده الصحيحه. واضح؟ يطيل، لكن يطيل من اجل المشقه، ها؟ رب صائم ليس له من حظ من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر، ها؟ فهنا هي بترقيك بقى العباده والتدبر، العلم والتدبر يرقيك الى صحه العباده وان قصرت. في قول لابن عطاء لقيته امبارح ان شاء الله اجيبه في هذا المعنى، ان حدوث حاله قلبيه من التعبد من العبوديه لله تعالى، هذه لا يعادلها صلوات مئات السنين. ان بس انك تحس كده بالخشوع والذل والعبوديه لله تعالى في لحظه، هذه اللحظه لا تحصلها في سنين مع خلو العباده من هذا الشعور اللحظي الذي وقع في قلبك. فالشعور اللحظي في قلبك بلحظه واحده يعادله عباده مئات السنين. فبان لك ان العلم اشرف جوهرا من العباده، ولكن لا بد من العباده مع العلم، والا كان علمه هباء منثورا بين كالا عليه. فان العلم بمنزله الشجره، والعباده بمنزله ثمره من ثمرتها. فالشرف للشجره اذ هي الاصل، لكن الانتفاع بما يحصل بثمرتها. فاذا لا بد للعبد ان يكون له من كلا الامرين حظ ونصيب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعباده، واطلبوا هذه العباده طلبا لا يضر بالعلم. اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. فبان لك ان العلم اي بالاحاديث السابقه والايات اشرف جوهرا من العباده، ولكن لا بد من العباده مع العلم. يعني مش هنعمل حاجه محضه، لا علم محض ولا عباده محض، خلاص، لكن يخلط بينهما ويقدم كل في وقته. والا كان علمه هباء منثورا، قلنا بل نكالا عليه، كما يكون اول من تسعر به النار ايه عالم. قال تعلمت في قارئ من القران، قال قرات فيك القران، قال بل قرات ليقال قارئ ويؤمر به فيسحب الى النار. فإن العلم بمنزلة الشجرة، والعبادة بمنزلة ثمرة من ثمرتها. فالعلم ينتج إيه على طول؟ ينتج عمل. فالشرف للشجرة إذ هي الأصل. لكن خلي بالك، في علم ينتج عمل قلبي، عمل في القلب، وده برضه من أرقى الأعمال، أقوى من أعمال الجوارح. واضح؟ علم يولد خشوع، خشية، عبودية لله تعالى، محبة لله تعالى، فلحظة محبة تعادل عبادة مئات السنين من غير تلك اللحظة. ماشي؟ كما قلنا. فالشرف للشجرة هي الأصل، لكن الانتفاع بما يحصل بثمرتها، فإذا لابد للعبد أن يكون له من كلا الأمرين حظ ونصيب. ولهذا قال الحسن البصري
رحمه الله تعالى: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعباده، ما يشغلكش عن العباده واصول العبادات، بل لما تعلم ان الشرع حث على تكبيره الاحرام، وكما يقول محمد بن واسع رحمه الله تعالى مثلا في فضل تكبيره الاحرام يقول ايه: لو انه مات ابن لعزاني فيه 10,000 نفس، ولو فاتتني تكبيره الاحرام ما عزاني فيها احد. شوف مدى ادراكه لتكبيره الاحرام، مدى يعني وقوع علم تكبيره الاحرام واهميتها عنده، هذا علم موافق للشرع. فهو عند ذلك بقى يواظب على تكبيره الاحرام، مش هو مفوتها ويقعد يتعلم. واضح؟ فاذا لابد للعبد ان يكون له من كلا الامرين حظ ونصيب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر، اي لا يجعلك تضر بالعباده ان تقصر فيها، واطلبوا هذه العباده طلبا لا يضر بالعلم، اي لا يضر بالتقصير في العلم. ولذلك قال سيدنا الشيخ عليه رحمة الله رضوان الشيخ اسماعيل صادق العدوي، يقول ايه قاعدة كده، قاعد الأمر ده جعله في قاعدة، قال: كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها. فطلب العلم عبادة أيضا، فما تطلب العلم ده عبادة، يبقى طلب العلم عبادة في غير وقت العبادة اللي هي طلبها الله تعالى، في وقت الصلوات الفرائض، في وقت العبادات التي لا تجتمع مع العلم، أما في غير ذلك قدم العلم بعد أن تنتهي من العبادة. ولما استقر أنه لابد للعبد منهما جميعا، فالعلم أولى بالتقديم لا محالة. خلاص، لما استقر أن لابد من للعبد منهما جميعا، أي العلم والعبادة، فالعلم أولى بالتقديم لا محالة، ده مذهب الشافعي، أي من التقديم ولو على النوادر المؤكدة، لأنه الأصل والدليل، أي الأصل والدليل على العبادة، لأنه أي العلم هو الأصل والدليل على العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وإنما صار العلم أصلاً متبوعاً يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين. قبل ما ننتقل إلى الشرع نقرأ الحديث ونعلق عليه. قال: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلم إمام العمل والعمل تابعه. قال الشارح وتمام الحديث: يلهمه السعداء، أي العلم، ويحرمه الأشقياء. هكذا رواه أبو نعيم في الحلية، وأبو طالب المكي في قوت القلوب، والخطيب وابن القيم وغيرهم موقوفاً، ورواه أبو نعيم في المعجم، وابن عبد البر كما تقدم مرفوعا، وقال في آخره: هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي، يعني معناه حسن ولكن له لعل مجموعة طرق يؤدي إلى الحسن إيه؟ حسن لغيره، لكن هو بمفرده ليس له إسناد قوي. وإنما صار العلم أصلا متبوعا، أصل ومتبوع، يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين: أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده. وكيف تعبد من لا تعرفه، من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته، فربما تعتقد فيه وفي صفاته شيئا والعياذ بالله تعالى مما يخالف الحق، فتكون عبادتك هباء منثورا. وقد شرحنا ما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معنى سوء الخاتمة من كتاب الخوف من جملة كتاب إحياء علوم الدين. هنرجع إن شاء الله للإحياء بعد عن قريب إن شاء الله تعالى إن شاء الله. قال: وإنما يلزمك تقديم العلم على العبادة الأمرين، أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم. خلاص، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده. وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته، أي في صفته، فربما تعتقد فيه وفي صفاته شيئا
والعياذ بالله تعالى مما يخالف الحق لو مذهب أهل السنة والجماعة، فتكون عبادتك هباء منثورا. تكون ما هو ده الطوائف الضالة، إصلاح العقيدة أولى من أن تكون في طائفة ضالة وتتعبد. طيب إزاي ده في واقع مخالف لكده؟ تجد الشيعة لما بيعدهم الشيخ آية الله بتاعهم أو صاحب الإمامة السوداء بتاعهم هو شيعي، يبكون بكاء يا أهلي أنا نفسي أستعجب وهم في ضلال ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه لو سب صحابيا واحدا لخرج في ضلال، أصبح طائفة ضالة، وهو يبكي بكاء لو تراه يغمى عليه البكاء ويقعد يعذب نفسه، ها؟ وهذا ليس من الدين في شيء، خلاص؟ لأنه عنده فساد في أصل العقيدة، وهو أنه ولو كان فساد أقل الفساد عندهم، أقل الفساد عندهم ها أن يسب صحابيا واحدا أو يتنقص صحابيا واحدا لأنه خالف النص القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الحافظ ابن حجر: ولم يستثني الله تعالى أحدا من رضاه من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يستثني أحدا حتى المنافقين داخلين، إلا أن الرسول استثناهم بالاستثناء الخاص، لكن هو بقى بيستثنى كل الصحابة ويقول لك ما فيش غير أربعة المؤمنين، يقول لك معاوية بن أبي سفيان مسلم، شوف الكذب بتاعهم، ها؟ يقول معاوية بن أبي سفيان لم يسلم، عند أهل السنة أحد كتاب الوحي، ويقولوا إن أبو سفيان لم يسلم برضه، هم عندهم كده في ملتهم، استغفر الله يعني، ها؟ لكن هذا كله طائفة ضالة بعيدة عن أهل السنة والجماعة، خلاص؟ فأن تعتقد ده في الفرع، ما بالك بقى اعتقاداتهم الزائدة عن كده، عصمة الإمام اللي هو من أهل بيت سيدنا الحسين معصوم، موفق لكن مش معصوم، ليس كالنبي، هم يعتقدوا عصمته وكلامه تشريع، وعلي بن الحسين وكل السلسلة الشريفة ها عندهم معصومة بمعنى أنهم مشرعين، لكن عند أهل السنة دول محفوظين بحفظ الله تعالى وليسوا معصومين بمعنى العصمة كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأمر طبعا الأول أمر يقول الأمر أن تحصل أن تتعلم لتحصل لك العبادة وتسلم، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود ثم تعبده، وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته، فربما تعتقد فيه وفي صفاته شيئا والعياذ بالله تعالى مما يخالف الحق أي أهل السنة والجماعة، فتكون عبادتك هباء منثورا. وقد شرحنا ما في ذلك من الخطر العظيم في بيان معنى سوء الخاتمة من كتاب الخوف من جملة كتاب إحياء علوم الدين. ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك، وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك، وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرفها ما هي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل وكيف يجب أن تفعل، أم كيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي حتى لا توقع نفسك فيها. فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها، فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك ويخرجها عن كونها واقعتين على وفاق السنة وأنت لا تشعر بذلك، وربما يعترض لك مشكل ولا تجد من تشاء ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته. ثم نظر هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب، يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ويجب أن تعلم مناهيها التي هي أضداد هذه الأمور كالسخط والأمل والرياء والكبر لتجتنب ذلك، فإن هذه فرائض ونص الله تعالى على الأمر بها والنهي عن أضدادها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واصبر وما صبرك إلا بالله. وقوله: وتبتل إلى الله تبتيلا أي أخلص إليه إخلاصا، ونحو ذلك من الآيات التي كما نص على الأمر بالصلاة والصوم: فما لك
أقبلت على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض والأمر بهما من رب واحد في كتاب واحد، بل غفلت عنها فلا تعرف شيئا منها بفتوى من أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومن أهمل العلوم التي سماها الله في كتابه نورا ونورا وحكمة وهدى وأقبل على ما به يكتسب الحرام ويكون مصيدة للحطام. أما تخاف أيها المسترشد أن تكون مضيعا لشيء من هذه الواجبات دل أكثرها وتشتغل بالصلاة بصلاة التطوع وصوم النفل فتكون في لا شيء، وربما أنت مصر على معصية من هذه المعاصي تستوجب بها النار وتترك مباحا من طعام أو شراب أو نوم تبتغي به قربة إلى الله عز وجل فتكون في لا شيء، وأشد من ذلك كله أنك تكون في أسر الأمل والأمل معصية محضة فتظنه نية خير بجهلك بالفرق بينهما وتقاربهما في بعض الوجوه، وكذلك تكون في جدع وسخط فتظنه تضرعا وابتهالا إلى الله عز وجل، وتكون في رياء محض وتحسبه حمدا لله سبحانه وتعالى أو دعوة للناس إلى خير، فتأخذ تعد على الله سبحانه وتعالى المعاصي بالطاعات وتحتسب الثواب العظيم في مواضع العقوبات، فتكون في غرور عظيم وغفلة قبيحة، فهذه والله مصيبة فظيعة للعاملين من غير علم. ثم مع ذلك كله فإن للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة تصلحها وتفسدها كالإخلاص والرياء والعجب. الأمر يطول في الأمر الأول بس نشرح حتى منه. ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك، أي تمتثل الأمر، لأن أقصى درجة في الثواب امتثال أمر الله تعالى، وما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك سواء الواجبات والمحرمات، وإلا فكيف تقوم. ده يجب عليك أن تعلم علم الواجبات وعلم إيه المنهيات. والإمام النووي رضي الله تعالى عنه يقول إيه أن علم كل شيء تعين عليك فعله تعين عليك علمه. خلاص أنت هتتاجر أصبحت التجارة هتفعلها فهتفعلها بقت متعينة عليك، يبقى علم التجارة فرض عين عليك، واضح؟ بخلاف إيه الفروض الأعيان بتاعت العبادات المقررة على كل إنسان. فالعلم يأخذ حكم العمل، العلم يأخذ حكم العمل، يعني كالقاعدة العامة للإمام النووي، إذا كان العلم فرض عين إذا كان العمل فرض عين فيكون علم ذلك العمل فرض عين عليك، إذا كان علم فرض كفاية فيكون علم هذا إذا كان العمل فرض كفاية فيكون علم هذا العمل فرض كفاية عليك، إذا كان العلم مندوبا إذا كان العمل مندوبا فيكون العلم لهذا العمل مندوبا أيضا، فالعلم يأخذ حكم العمل. ثم يجب عليك أن تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية على ما أمرت به لتفعل ذلك، وما يلزمك ابتدى بقى إيه دي القاعدة العامة ابتدى بقى يفصلها، وما يلزمه ما يلزمك تركه من المناهي لتترك ذلك، وإلا فكيف تقوم بالعبادات بعبادات بطاعات، وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرفها ما هي. ولذلك عند الشافعية مثلا، يعني عشان الشافعية احنا كلنا بنشرح، لو اعتقد شيئا من أركان الصلاة سنة بطلت صلاة ولو طول حياته للجاهل، لا اعتبار بذلك. اعتقد ان مثلا السجود سنة وكان بيسجد وما يفوتوش في الصلاة ما ينفعش، لكن لو اعتقد السنة واجب ما فيهاش حاجة، لكن لو اعتقد الواجب سنة يضر بالعبادة كذا نص علينا في الكتب ومر علينا في مسائل الفقه، ولو اعتقد السنة واجب ما يضرش لأن إيه؟ اعتقد زيادة وتحقق بها الأمر. وإلا فكيف تقوم بطاعات لا تعرفها ما هي وكيف هي وكيف يجب أن تفعل؟ يبقى الطاعة ما هي وكيف هي، الكيفية بتاعتها والماهية بتاعتها
وكيف يجب أن تفعل، أم كيف تجتنب معاصي لا تعلم أنها معاصي أصلا حتى لا توقع نفسك فيها. فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها، أي هي الفروض، يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها، أي وتعلم أيضا مبطلاتها الأشياء التي تنافيها حتى تقيمها. فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك ويخرجها عن كونها واقعتين على وفاق السنة، كالجهل بالاستنجاء مثلا. خلاص، والحديث يقول إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلا كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. شوف وصور، خلي بالك إنه إيه الحديث دليل لما يتكلم عليه الإمام الغزالي في مسايات الحديث، بيتكلم عن الغيبة والنميمة وهي كمرض قلبي كبيرة من الكبائر، وعن الاستنزاه من البول إنه كبيرة من الكبائر. فقرن بين عمل قلبي وعمل من أعمال الجوارح، عمل من أعمال القلوب وعمل من أعمال الجوارح في حديث واحد، بأنهما مطلوبان على سبيل الوجوب ومأمورا بهما الإنسان سواء من قبل القلب أو من قبل الجوارح. وأنت لا تشعر بذلك. قال فالعبادات الشرعية كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها يجب أن تعلمها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها. فربما أنت مقيم على شيء سنين وأزمانا مما يفسد عليك طهارتك وصلواتك ويخرجهما عن كونهما واقعتين على وفاق السنة وأنت لا تشعر بذلك. وربما يعترض لك مشكل ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة. يتكلم عن العبادات الظاهرة أولا، فإصلاح العبادات الظاهرة مهم جدا، ها اللي هو الاستسلام، القيام في مقام الإسلام. خلاص، ولذلك اهتم الفقهاء بعدم بطلان صلاة واحدة حتى لا تسأل عنها يوم القيامة فتكون سببا في دخولك النار، لأنه ممكن كده خلاص تبطل صلاة واحدة تسأل عنها يوم القيامة لتقصيرك، ها؟ فاهتم أيضا المشكلات اللي هي الفروع التي تكون لا تعترض لك إلا بعد الأزمنة الطويلة، فاهتم الفقهاء بكده خلاص. ولا تجد من تسأله عن ذلك وأنت ما تعلمته، ده قسم العبادات الظاهرة. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب، يسعى إليه القلب، يجب أن تعلمها من التوكل وتستحضرها بعد كده، تعلم كيف تستحضرها بعد أن علمتها. ما معنى التوكل؟ وأن تستحضره في قلبك وتقيم نفسك عليه ظاهرا وباطنا، والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويجب أن تعلم مناهيها، أي المناهي القلبية، مناهيها عكس مساعيها، مساعيها أي مطالبها، ما تطلبه من أحوال القلوب. ويجب أن تعلم مناهيها، أي مناهي القلب التي هي ضد هذه الأمور، ضد التوكل، ها، وضد التفويض، وضد الرضا، كالسخط أو السخط وضد الرضا، والأمل، ها، الأمل ده ضد إيه؟ ضد التفويض، إنك بتأمل بنفسك، وضد التوكل أيضا، والرياء ضد الإخلاص، والرياء والكبر ضد الإخلاص طبعا، ها، لتجتنب ذلك، فإن هذه فرائض أيضا، هذه فرائض أيضا، ها، كما إن ظاهر العبادات فرائض، هذه البواطن العبادات فرائض، بل هي أولى بالفرضية، ها، هي أولى بالفرضية، لأن صلاحها يؤدي لصلاح العباد. ولإلا يعني مثلا واحد بيصلي رياء للناس، صلاته حرام وبطل، طب ما هو بيقيم ظاهر العبادة أهو، لكن عنده رياء في قلبه يؤدي إلى بطلان العبادة دي في الظاهر والباطن، يكر على العبادة الظاهرة بالبطلان. خلاص، بس غالبا معنى الرياء إن هو بيصلي من أجل الناس محضا كده، ده لا تنعقد صلاته أصلا،
انا بصلي من اجل الناس، ده ممكن كده بالصوره دي لو بيصلي من اجل الناس محضا من غير مراعاه لا اخلاص ولا حضور هتلاقيه بيصلي من غير وضوء مثلا، لانه بيصلي من اجل الناس عشان الناس تقول ايه ده فلان ده راجل صالح بيصلي بيشوفه على طول خلاص، وما اهتمش بايه، بس خلي بالك في التمحض الرياء هي اللي بتبطل العمل، لكن لو دخل معاه شبهه ها الرياء اثناء العمل، الرياء اذا اقترن بنيه الاحرام ابطل العباده او بنيه العباده في اولها ابطلها. طب واذا عرض لها في اثناء الصلاه فيبطل يبطل القدر الذي اقترن الرياء معه، طالما تبقى العباده صحيحه لكن ينقص من اجرها هذا ما كان فيه رياء، والرياء حرام اصلا. فمن رحمه الله انه فصل الاعمال بعضها من بعض في الحكم، فصلاتها تبقى مقبوله وكل حاجه لكن اسقطت عنه الطلب، لكن ليس مثابا عليها لاقترانها بما هو محرم من الرياء وهكذا. ده في معنى قلبي اللي هو الرياء. طيب معنى ظاهر عشان اديك كمثال في الظاهر في الحس، سرق ماء او اغتصب ماء ثم توضا به وصلى، صلاته اسقطت عنه الفضل ولا ثواب له فيها، كما لو اقترنت بالرياء، بس يزيد في الرياء كمان شدة الإثم لأن الرياء كبيرة من الكبائر. ماشي؟ إنه بيصلي من أجل الناس أو عرض له بعد ذلك فينقص من العبادة ويأثم به. خلاص؟ ويجب أن تعلم مناهيها التي هي مناهي العبادة الباطنة. خلاص؟ وهي التي أضداد هذه الأمور اللي هي مطلوبة مساعي القلب. كالسخط والأمل والرياء والكبر لتجتنب ذلك، فإن هذه فرائض. دي زي ما العبادات الظاهرة مفروضة، العبادات الباطنة القلبية مفروضة، تحصيل أشياء مأمور بها وزاد والانتهاء عن أشياء منهي عنها في القلب. يبقى الإنسان بيعبد بجوارحه وقلبه ولسانه، بس اللسان من ضمن الجوارح، فهناك طاعات واجبة على الجوارح ومناهي ها عن الجوارح، وهناك طاعات واجبة على القلب وتحصيل الصفات الحميدة، ومناهي على القلب وهي طرد الصفات الدميمة. فإن هذه فرائض سواء كانت إيه في القلب أو على الجوارح أو على اللسان. ونص الله تعالى على الأمر بها والنهي عن أضدادها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا، يبقى أمر بالتوكل أهو، فتوكلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. خلاص؟ كما قال إيه وأقيموا الصلاة وعلى الله فتوكلوا، ده أمر للوجوب يا جماعة. ها الإمام الغزالي ده حجة الإسلام صحيح، حد يقدر يرده في الاحتجاج بتاعه ده يقول لك إن مفيش حاجة اسمها أمراض قلوب وإنك أنت ما تطهرش قلبك منها، أو مفيش حاجة اسمها مساعي القلوب ومكتسبات القلوب مما يؤمر من الاتصاف بها كالتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بربط الإيمان بالتوكل. واشكروا لله، يبقى الشكر واجب أن تشكر المنعم، هو واجب، واشكروا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والشكر يكون بالقلب. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واصبر وما صبرك إلا بالله، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، هو داخل في الأمة داخلة في الأمر، يبقى طلب الصبر القلبي ده واجب على المكلف أن يحصل. قوله وتبتل إلى الله تبتيلا، أي أخلص إليه إخلاصا، أي أفرده بالعبادة، أي أخلص له الإخلاص، ده أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي الأمر بالإخلاص واجب، مش الإخلاص مش مندوب، لا ده واجب. ونحو ذلك من الآيات كما نص على الأمر بالصلاة والصوم، كما نص على الأمر بظواهر العبادات نص على الأمر ببواطن العبادات اللي هي إيه أو الأوامر القلبية. فما لك أقبلت على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض والأمر بها والأمر بهما من باب، أنا عارف الساعة 8 هتلاقيني بالضبط 8 إلى 5 خلصت، ناقص 5 دقايق، والأمر بهما من باب واحد في كتاب واحد، إن الأمر بالطاعات القلبية كالأمر بالطاعات الجوارح من في كتاب واحد من رب واحد، بل غفلت عنها فلا تعرف شيئا منها بفتوى من أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا، هو اللي اهتم بالظواهر وابتدى قلبه يبعد عن هذه الأمور الباطنية المطلوبة على سبيل الوجوب والفرضية ها
واهتم بالظواهر فسقط في إهمال هذه الفرائض القلبية حتى ضاع، بأن أصبح عنده يحصل الدنيا، أهم حاجة عنده تحصيل الدنيا، بل غفلت عنها أي العبادات القلبية والأوامر المطلوبة على سبيل العبادة في القلب، فلا تعرف شيئا منها بفتوى من أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن أهمل العلوم التي سماها الله تعالى في كتابه نورا وحكمة وهدى، النور والحكمة والهدى يكون في القلب مش على الجوارح، هي تنعكس على الجوارح أنوارها، لكن أصل الناس استطعت منين؟ من القلب. خلاص. وأقبل على ما به يكتسب، ما به أي من ظواهر العبادات، يكتسب الحرام ويكون مصيدة للحطام، أي حطام الدنيا. أما تخاف أيها المسترشد، أي مطلوب منك الرشد، أن تكون مضيعا لشيء من هذه الواجبات، بل لأكثرها من واجبات القلوب، وأيضا من واجبات القلوب عكسها المناهي برضو أيضا، وتشتغل بصلاة التطوع وصوم النفل فتكون في لا شيء، وربما أنت مصر على معصية من هذه المعاصي تستوجب بها النار وتترك مباحا، مصر على هذه المعاصي القلبية تستوجب بها النار لأنها كلها كبائر، خلاص، وتترك مباح من طعام أو شراب أو نوم تبتغي به قربة إلى الله عز وجل فتكون في لا شيء. وأشد من ذلك كله أنك تكون في أسر الأمل، والأمل معصية محضة، فتظنه نية خير بجهلك بالفرق بينهما وتقاربهما في بعض الوجوه. نخلي المقارنات هذه في المرة القادمة ونرجع نقرأ من هذا الذي عبارة عن فقه الأولويات، فقه الأولويات. خلاص. كان مشايخنا يضربوا مثال عجيب في فقه الأولويات ده، يقول امرأة، يقولون يعني مع الاعتذار امرأة يعني للمثل يعني، لكن مثل واضح جدا يبين قبح هذا الأمر، أنه رجل امرأة قصدي تلبس ثوبا واحدا وهي عارية من الثياب الأخرى، ها، وجهها مكشوف، فرأت رجلا فأخذت ذيل القميص وغطت به وجهها وقالت يا لهوي راجل، فكشفت عورتها وسترت وجهها. بشوف الحاجة العجيبة، وهذا شأن الناس، ها، إنه تركوا الأولويات بدعوى فعل المباحات ووقعوا في الحرام، واضح. فالأولويات إصلاح القلب كما يشير إليه الإمام الغزالي، وهنا نصه في المسائل بالأدلة على أن هذه واجبات بفرض الله تعالى في كتابه من إله واحد في كتاب واحد، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، يبقى أمر بالتوكل أهو، فتوكل على الله، وهكذا تحصل هذه الأشياء من أقوى الأشياء، لأنها تساهل بعد كده العبادات البدنية، فتلاقي جسمك ينشط مع وجود التوكل، وجود الشوق، المحبة، الطاعة، الخوف، الرجاء، ينبعث نفسك على الطاعات وتبقى مستحضرا فيها لروح، يبقى دي روح العبادات الظاهرة البدنية، يبقى حققت روح العبادات الظاهرة، ها، بإيه؟ بتحصيل أصول العبادات الباطنة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وأبلى وابتلى وأفاض وأمد وأعان وحفظ وعصم، آمين، والحمد لله رب العالمين، والشكر لله رب العالمين. يلا، والله تعالى أعلم. في أسئلة؟ طيب، سؤال خفيف رفيع. نعم. طب استمع عشان هم سألوا قبل. العبادة الظاهرة وصلها مثلا المولى، وكان العبد أن يقيم بها يعني لخالصا لوجه الله، يعني امتثال، خلاص، يعني إخلاص النية، يعني نعم، أن صلح يعني لعدم علمه بالشروط والأركان يعني تبطل، هل يؤثر في إصلاح القلوب مع أنه يعني يقيم بها؟ ثاني قول السؤال، هو يخلص في عبادته، نعم، يخلص في عبادته، ماشي، بعدين مع أن العبادة غير صحيحة يعني لا يسبب في الشروط والأركان، يعني هل يؤثر؟ طيب، في أصول العبادات وفي ما يتعلق بأصول الأركان، ها،
والواجبات والشروط والأسباب والموانع الأصول، زي إن الله لا يقبل صلاة بغير وضوء، ماشي، ده أصول ما ينفعش يجهلها المسلم، خلاص، فدي لا يعذر فيها ولو كان نشأ بعيدا عن العلماء أو حتى عن الإسلام، ما يعذرش فيه. فروع العبادات يعذر فيها شوية، فروع العبادات يشترط في يعذر فيها أكثر توسع في العذر. ولذلك في فروع العبادات يقول لك إيه، أن يكون عالما عامدا قاصدا مختارا، فإذا انتفى العلم صح العبادة، زي يكون انتبت خطوات متتاليات، ها، يبطلنا الصلاة، ها، وعلى اختلاف أيضا بين العلماء، واضح؟ فهنا إيه، فروع هيعذر فيها، لكن الأصول ما يعذرش، زي أركان الصلاة، إن الصلاة فيها الركوع والسجود على اختلاف الفاتحة، خلاص، لكن فيها ركوع، فيها سجود، فيها قيام، القيام، هل يؤمن القيام؟ افرض راح مصلى وراح جايز على طول ومستطيع القيام، أقول له لا ما ينفعش، لأن دي أركان وأصول، رؤوس المسائل دي يجب أن يعلمها كل مسلم، خلاص؟ فروع المسائل ممكن بعضها يتغاضى وبعضها لا، ها، اللي هو الجهل المعذور والجهل غير المعذور. فروع المسائل يبقى يشترط الشروط الأربعة عشان تبطل العبادة، وإلا هتصح العبادة مع فقد شرط. جاهل بمسألة إيه، من قام من السجود إلى الركعة الثانية، الركعة الثالثة، وأنت ذكر أنه ترك التشهد الأوسط فجلس، وهو جاهل بالحكم أنه مبطل للصلاة جلوس، أقول له صلاتك صحيحة طالما جاهل، ها، عالم عامد قاصد مختار. فدي مراتب العلم التي ينبني عليها. شوف العلم مؤثر ازاي برضو. ايش ما المراد في قوله فاعلم ان ما سواهما من الامور المقبول لا خير فيه؟ ليس نفي الخيريه المطلقه، وانما مقصوده اولا ان الاولويه اذا لم تراعيها في الواجبات اثمت، والاولويه اذا لم تراعيها بين الفرض والنفل، ها، اثمت ايضا. لكن اذا انت في فروض الكفايات مثلا هتدخل في سنه تحيه المسجد وفي مجلس علم، فرض كفايه وسنه، يجي جاهل ويصلي السنه، هو ان كان بعض العلماء قالوا لا السنه دي لا تترك، ها، لان تقدر تحصل الاثنين، اذا جمعت بين الاثنين خلاص ماشي، يعني في تداخل بين العبادات دي. فالمراد ايه السؤال الثاني؟ المراد في قوله فاعلم ان ما سواهما من الامور الباطل. لا، هو مش معنى باطل بمعنى البطلان، عامل زي حديث ايه، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه هو عالما ومتعلما، فما فيش خير فيه طبعا، يعني التوسع في المطاعم هيجر لكراهة وبعد كده إلى تحريم، كل واشربوا ولا تسرفوا، التوسع في الملبس، التوسع في المسكن، كل التوسعات دي قد تصل به إلى الإثم، وإن كان التوسع عن غير عرفه يبقى فيها كراهة. طب توسع أول درجة بقى داين نفسه وأصبح مدينة وما إلى ذلك، يأثم بذلك، خلاص؟ فلا خير فيها باعتبار الأمور المباحة. فالأصل أنه ينشغل بأصول العبادات وبالضرورات بتاعته، ضروريات وجزء من الحاجيات الملحة، ولا يتوسع في الحاجيات، لو توسع في الحاجيات انشغل عن العبادة والعلم، خلاص، لم يوفي حق العبادة والعلم، خلاص. قول يا سيدي عايز ايه؟ هل ضروري مع كل وجود؟ لا، طبعا لا، مش مع كل وضوء، مع كل قضاء حاجة، أو مع كل أو عند الوضوء، يعني ممكن إيه، أنا مخصص ثياب لو نزلت قطعة بول أو حاجة، فأنا ما بستنجيش كويس بعد قضاء حاجة، هو لكن عند بقى ما أجي أتوضى للصلاة بستنجي كويس وألبس ثياب طاهرة. واحد مثلا زي قاعد في المسجد كده بيصلي الظهر والعصر والمغرب، هو استنجى لصلاة الظهر خلاص، ما يجبش الاستنجاء مرة أخرى، بعد كده أحدث وبعد كده راح يصلي، أحدث بخروج ريح، ما يجبش من الريح الوضوء الاستنجاء، يعني يتوضع على طول طالما الحدث خروج ريح بس. أما الأحداث لكن لو خارج من السبيلين يجب عليه الاستنجاء إلا الريح، ماشي، الريح لا يندب لها الاستنجاء. نعم، شك زي ايه، في مساله فيها شك، مثلا زي ايه، ان بطن عنده اسهال فخرج منه ريح، فخشي ان يكون في حاله عنده اسهال دي ان يكون خرج مع ريح شيء، يبقى يندب ان هو يكشف، فاذا وجد نجاسه يزيلها من ثوبه ويستنجي، ما وجدش شيء خلاص
يبقى استنجاءه صحيح، يبقى مش محتاج الاستنجاء تاني، ما فيش علاج معاه. قول والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وانعم، والحمد لله رب العالمين. يلا قوموا ماجورين غير ماجورين حبيبي.